أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور، صلاة انك تستمتع من خلال هذا البرنامج. قال يسوع: "تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب" فتجدوا راحة لنفوسكم لأن حملي خفيف وهذا هو تعليم الرب يسوع هذه كلمات يسوع المسيح ماذا يعجبني في شخصية يسوع المسيح ماذا يعجبك في شخصية يسوع المسيح بتأمل أن اليوم أسمع رأيك إحنا وضعنا استبيان على الفيسبوك وشفنا العديد من الناس اللي كتبوا مسلمين مسيحيين طبعا اللي بين مؤيد وبين معارض واضح في المعارضين حتى يعني ما اعتقدش عندهم اي فكرة عن هوية او شخصية يسوع المسيح انا بصلي ان هذه الحلقة تكون بركة لحياتك وفعلا تكتشف مين هو يسوع المسيح ابقوا معي ساعود بعد هذا الفاصل القصير ماذا يعجبني في شخصية المسيح؟ طبعاً لو أردت أتكلم نحتاج إلى عشرات السنين حتى توصف هذه الشخصية الرائعة الفذة الفريدة. لكن اليوم أنا عاوز أتكلم من ناحية عملية من الإنجيل المقدس. إذا نظرنا لهوية يسوع المسيح بيتميز وبيختلف عن اي رسول، عن اي نبي في هذا الوجود، عن اي حكيم، عن اي معلم. فالمسيح ولد بمعجزه، حبل به من الروح القدس، المسيح جاء من السماء. ثم المسيح هو معجزه اخلاقيه، هو لم يفعل خطيئه، لم يوجد فيه خطيئه او اي عيب. لكن الشيء اللي لفت انتباهي في شخصيه يسوع المسيح وهو على الارض طلب من الاصدقاء والاعداء على السواء قال من منكم يبكتني على خطيه؟ والمسيح اذا اردنا ان نطلع على هويته على شخصيته يكفي ان نقول انه جاء من السماء. كل شيء واضح في شخصيه يسوع المسيح. حياته، حاسمه حازمه غير متردد لا يشك ما في سؤال او موقف ياخذ مفاجاه او على غره لكن دائما هو سيد كل المواقف وسيد كل الاحداث ولاحظ ان اتباع يسوع المسيحهم اللي كتبوا يعني مش المسيح اللي كتب عن نفسه ولا توجد ايات تبرر موقف يسوع أو تبرر يسوع في كلمة أو عمل أو شيء قد فعله يسوع المسيح وبتنزل آية حتى تبرر له موقف معين حياة المسيح تسير بتناغم بانسجام بتسلسل برونق رائع وجمال أخاذ بتميز حياة يسوع المسيح ماذا أقول عن يسوع المسيح؟ هو معجزة اخلاقية. هو قائد لكنه خادم، وهو خادم لكنه قائد. وفعلا كل من راى يسوع لابد ان يقع في حب يسوع. وطبعا الشيء اللي بيدهشني في يسوع المسيح انه قائد لكنه خادم. مكتوب عنه اخلى نفسه اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. وحتى هو رايح للصليب في علية صهيون في اورشليم في خميس العهد او خميس الاسرار اخذ منشفه وحتى يعلم التلاميذ درس في التواضع ودرس في الخضوع ودرس في العظمه الحقيقيه اخذ منشفه واتزر بها وغسل ارجل التلاميذ شخص مثل هذا اريد ان اتبعه شخص مثل هذا اريد ان احبه ايضا وهو الذي قال ان ابن الانسان لم ياتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فديه عن كثيرين جاء مش بس علم بكلام لكن علم بحياته بشهادته وختم حياته انه فعلا كما قال ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه لم يستخدم معجزة لمصلحته الشخصية مع أنه تجرب أربعين يوم وكان يقدر أن يحول الحجارة إلى خبز لكنه لم يستخدم معجزة واحدة لمصلحته الشخصية وأيضا أحبائي لم يستخدم قدرته الفائقه لكي يبهر الناس بامور مثلا في اناجيل كتبت في القرن الثاني والثالث اللي بتتكلم عن طفوله يسوع انه يتكلم في المهد وانه يخلق طبعا طيور وينفخ فيها فتصير انفس حيه وبيتكلم عن يسوع يحول الى قرده والى اخره ينزل موائد لكن هذه ليست طبيعه يسوع لانه لم ياتي قبل المعاد ليصنع ليبهر انفس الناس لكن كل معجزات يسوع المسيح كانت لخير ولمنفعه الناس عن ماذا اتحدث هل اتحدث عن معجزات المسيح الخارقه هل اتحدث عن حياته الخاليه من كل خطيه هل اتكلم عن تعاليم المسيح الفريده المتميزه ولا حتى سليمان الحكيم ولا سقراط بكل فلسفته ولا كل حكماء المشرق قديما ولا حتى حكمه المصريين ولا حكمه البابليين او الاشوريين ولا الفلاسفه والحكماء للرسل ولا الانبياء استطاعوا ان يتكلموا او يعلموا مثل شخص الرب يسوع المسيح، رسالته كانت واضحه، رسالته كانت بسلطان، رسالته كانت طبعا فيها نعمه ورسالته ايضا كانت تغير نفوس الناس. هذا هو يسوع المسيح اللي انا شخصيا اعجب فيه، لم يستخدم اي شيء لمصلحته الخاصه. لم يتفاعل بحسب القضية الدينية أو السياسية بأيامه لكن نقرأ عن رسل الأنبياء بيتفاعلوا بحسب شو الموجود لكن لم يضغط على المسيح لم يعني يقول أوف طيب مشان الوضع أنا لازم أساير لازم أتنازل لازم أغير فكري ولا مرة تنازل ولا مرة غير فكره ولا مرة اتردد بالعكس كان واضح واضح في كلامه في كل شيء اللي بيعجبني في شخصية المسيح كيف تعامل مع الأعداء تعرفوا اليهود لا يعاملون السامريين لكنه تكلم عن السامري الصالح وأيضا تقابل مع امرأة مع أن الامرأة في تلك الأيام وفي العادات الشرقية كان قيمتها أقل فتعامل مع المراه السامريه ورفع من شانها ورفع من قيمتها وتغاضى عن المشكله الدينيه والمشكله السياسيه في تلك الايام وذهب من اليهوديه الى السامره حتى يتفاعل يتواصل مع امراه تعتبر من اعداء شعب الله لكي يقدم لها الخلاص ويقود الى الخلاص كل قريتها. يسوع المسيح في أحد الأيام كان داخل إلى قرية من قرى السامريين رفضوا أنه يدخلوا يسوع يوحنا ويعقوب ابني الرعد غضبوا جدا وقالوا ليسوع يا رب أتريد أن ننزل نار من السماء خليها توكل تحرق هؤلاء الكفرة والزنادقة هؤلاء السامريين أعداء الله الكفرة قال له لا 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 لا, لا. لستما تعلمان من اي روح انتما. ابن الانسان لم ياتي ليهلك بل ليخلص. قال يسوع لان ابن الانسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. قال يسوع عن الشيطان السارق لا ياتي الا ليسرق عن طريق الحرب، عن طريق السبي، عن طريق الاحتلال لي, ليسرق ويهلك ويدمر ما قد هلك. اما انا يسوع بيتكلم اتيت لتكون لهم حياه وليكون لهم افضل يسوع المسيح جاء حتى يعطي حياه اتعامل مع الاعداء بشكل متسامح بالنعمه بالمحبه بالغفران وطبعا اصعب موقف لما كان على الصليب وهم يسخرون ويستهزئون ويقول له إن كنت ابن ابن الله فانزل عن الصليب لكي نؤمن بك وعم بيتمسخروا عليه قال يسوع صلى للآب يا أبتا لا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون أو لا يدرون ماذا يفعلون عم بيقدم غفران عم بيطلب من الآب حتى هاي الناس اللي عم تتمسخر تستهزئ مش مدركة أهمية الشخص الموجود على الصليب ومع كل هذا عم بموت وعم بيسامح الاعداء. بقى نحن نعرف الناس اللي بتكون على حافه الموت وعم تتعذب بتلعن وبتكفر ويا بتسترحم يا بت يعني بتخون بت 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 يا بت يعني بتعمل كل الوسائل حتى تتحاشى الموت، لكن فعلا يسوع اتعامل مع الاعداء ب... لان هاي طبيعته طبيعه المحبه، المسامحه، الغفران والنعمه. شيء اخر اللي لفت انتباهي بشخصية يسوع المسيح. بكيفية تعامله مع النساء. جاء يسوع كان مثال رائع، مثال صالح للجميع. والكتاب المقدس في العهد القديم كان بيطلب من الملك او الشخص اللي بيكون ممسوح ما يكون عنده كترة من الخيل يعني الحرب الحربية. ولا يكون عنده فلوس او مصاري كثير لانه بتزيغ قلبه ولا انه يتزوج كثير من النساء والدليل الاكبر سليمان تزوج بنساء كثيرات بل املنا قلبه أزغنا حتى ايش؟ يعني قدم عبادات غريبه لكن المسيح احبائي اتعامل مع النساء بقيمه غير عاديه يقول كتاب ليس يهودي ولا يوناني ليس ذكر او انثى، عبد او حر. فاليوم الحقوق الانسان اللي بتتكلم عنها اليوم هي مبنيه على اساس شريعه يهوديه مسيحيه اللي بتتكلم عن اساس التعامل البشري، كيف البشر تتعامل معها. لكن اذا انا بتعامل على اساس مبدا القوه، جميع الناس اعدائي، واللي بامنش مثلي لازم يقتل، والشخص اللي ما بيمشيش على عقيدتي يحدث له كذا وكذا وهكذا بانا هذا ملكي وهذا حلال لي وانا باجي على هذا البلد هذا من حقي والى اخره يعني كانه تفضلا وبحس كانه هو اله الحقوق لكن كل البشر كانه اقل منزله هذا ليس الاله اللي احنا بنعرفه ولا الاله اللي بيتكلم بوضوح عن القداسه هذا اللي بيتعامل بهاي ما عندوش القداسه في ظلم شديد في حياته في خطية خطية الكره البغضة للآخرين عدم التعامل المتساوي مع الآخرين عدم إعطاء الحرية وحقوق الإنسان للآخرين أن يؤمن بمن يؤمن ويوم الأيام كل إنسان سوف يقف أمام الله لكن بحال ما أنا بدافع عن الله وبحال ما أنا بكون بقوم في قضاء الله ليه؟ عشان يكون عندي نساء كتيرة وفلوس كتيرة وبيوت وعمارات ووعود بالارض وبالجنه لابد ان تواجه غضب الله ولا بد ان تقع في دينونه مرعبه مخيفه جدا لانك عن تستهزئ وتسخر من الله القدوس ادرس عن قداسه الله لكن المسيح احبائي تعامل مع النساء امراه خاطئه كان المسيح في بيت احد الفرسيين متدين وجاءت امراه بكت وابتدات تمسح رجلي يسوع بشعرها وتدهن بالطيب ف قال لو 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 كان هذا نبي لعلم من هذه المراه، فالرب عرف قلبه شو بيتكلم، هذا واضح انه مش بس نبي اعظم من نبي. وقال يعني انا دخلت بيتك انت ما قمتش بالضيافه، لكن هذه المراه احبت غفر لها الكثير لانها احبت كثيرا. قال لها اذهبي ايمانك قد خلصك اذهبي بسلام فعلا رد اعتبارها رد قيمتها اه الامرأة التي امسكت بذات الفعل وهي تزني في انجيل يوحنا اصحاح 8 اين الرجل اين العدالة اه طبعا واضح انه كان الموضوع كله رياء حتى يجدوا علة على يسوع المسيح لكن الشيء الاهم احبائي امدانك احد قالت لا يا سيد ولاحظ انه قال المسيح للجميع: من منكم بلا خطيه فليرمها اولا بحجر. فترك من الكبير للصغير. اما ذلك احد طبعا الكل خاطئ والكل بيقر والكتاب يقر ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. طيب ها هي الان امام يسوع المسيح اللي اله الحق واله الشرعيه انه يحمل الحجر ويضرب هذه المراه. قال لها ولا أنا أدينك اذهبي ولا تخطي ما تمارس الخطية ما تعمل الخطية ففعلا رحمها وفعلا أعطاها فرصة في إنجيل لوقا من نقرأ عن عدة نساء مثل طبعا النساء التي جاءت للرب يسوع المسيح الرب يسوع تعامل مع الناس اللي حتى عندهم عاهات مثل الامرأة النازفة نازفة الدم بحسب الشريعة ممنوع تلمس لكن لمسة يسوع ما بتنجسه لكن بتطهر هذه الامرأة الأبرص جاء إلى يسوع المسيح قال له يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني لمسوا الرب يسوع فطهر من برصه يعني مش تنجس بهذا البرص فيسوع المسيح تعامل مع الناس اللي عندهم عهد وهذا ان دل على شيء بدل انه فعلا انه جاي يرحم جاي يساعد جاي يخلص جاي يبني جاي يرفع جاي يريح من العناء من الشقاء من الخطية من أعبائها من مراوغتها من قساوتها جاء حتى يحرر الناس من كل الخطايا مش بس كيف تعامل مع الأطفال تعرف حبائي الرب يسوع تعامل بلطف بمحبه لدرجه انه كانوا بيبعدوا الاطفال عن يسوع قال لا اتركوهم لا تمنعوهم دعوا الاولاد ياتون الي ولا تمنعوهم لان لمثل هؤلاء ملكوت السموات فالرب يسوع المسيح تعامل مع الاطفال بلطف بمحبه مع انه في عاداتنا الشرقيه يعني مش موجوده هذه الاشياء بعدين تعليمه واضح يعني بالنسبه ل مواضيع الأطفال وقدسية الأطفال بقول عن الأطفال كملائكة السماء من يعثر أحد هؤلاء الأطفال خير له أن يوضع حجر يعني تبع معصرة الزتون حجر ضخم حجر رحى يعني حجر إما تبع الزتون أو تبع حتى القمح في الحجارة الكبيرة البازلتية السوداء اللي بيستخدموها في بلادنا حجر ثقيل يلقي نفسه في البحر ويغرق أفضل ما يعثر حد من الأطفال فتخيلوا لما بيكون في سماح بزواج القاصرات تخيلوا لما بيروحوا على الحرب بيأخذوا سبايا أطفال وبنات ببيعوهم بسوق العبيد مثل اليوم نشوفه في داعش وتخيلوا انه في بعض المجتمعات يبيحوا للزواج بالقاصرات تحت سن القانوني اللي في الغرب يعني يحكم عليه بالسجن لعقاب لفترة طويلة الكتاب المقدس بالعهد القديم يحكم عليه بالقتل بالرجم يسوع يحكم عليه بحجر رحى يلقى في قلب البحر أيعقل ان حد يتزوج فتاة صغيرة أو يتعامل مع الصغار بهذه القسوة بهذه العنف أن تباع وتشتري الأطفال اللي الكتاب بسميهم كملائكة السماء الرب يرحمه على فكرة ما هو يعني سيبك إحنا لما حطينا في الفيسبوك وكتير يعني نزلين بعبارات وكلمات بالمعارضة. هو سيبك من الموضوع هو مش اهم شيء تدرس الشخصية مين الشخصية اللي بندرسها شيء تاني الكتاب طب يا اخي ليه ما بتقرأ بكلمة الله ليه غير مسموح دخول الكتاب المقدس في كتير مجتمعات شرق اوسطية ليه طيب ليه بيسمحوا كتب الحاد وكتب اخرى تدخل طب هذا الكتاب المقدس شخصية يسوع المسيح هل فيها شيء ما يحرج او يخجل او ينكس الرأس طب اقرأ الكتاب أعطي نفسك فرصة أنك تقرأ وتشوف مين هذه الشخصية اللي أنا لازم أعرف منها كيف سيرة حياته كيف تعامل مع الأطفال كيف تعامل مع الأعداء كيف تعامل مع النساء كيف تعامل مع الناس اللي عندها عاهات وخليني أقول يعني واحدة من العاهات الأعمى مثلا يعني في إنجيل يوحنا أه سأل التلاميذ يا, يا سيد من أخطأ هذا أم أبواه حيث أنه ولد أعمى قال يسوع لهذا ولا ولا أبواه لكن لتظهر أعمال الله فيه فعلا تفل وصنع من التفل طين طلع عيني الأعمى يعني خلق عيون جديدة وقال له اذهب واغتسل في بركة سلوام ورجع بصير طبعاً في أحد الأيام كان ماشي في أريحة في أعمى اسمه بارتيماوس صرخ يا ابن داود ارحمني يا ابن داود ارحمني طبعا صراخه يعني حتى التلاميذ يعني خلينا يعني يسكت خلي يصمت لكن صرخ أكثر وقف يسوع وسأله ماذا تريد أن أفعل بك قال له يا سيد أن أبصر المسيح كان يجول يصنع خير العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والموتى يقومون والمساكين يبشرون تعرف أحبائي الرب يسوع كان بيتحنن على الناس اتحنن على هذا الأعمى ما تركش وما امتعض وغضب عليه وإسا مش وقته أنا رايح للصليب هو وقته إسا إنك تطلب الطلب أخذ وقته تعرف يسوع المسيح كان يصحو في الفجر حتى يصلي أو بالليل متأخر حتى حياته خلال النهار تكون كلها مع الناس يصنع خير ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس سأعود بعد هذا الفاصل القصير ماذا يعجبني في شخصية يسوع المسيح ماذا أقول خلينا نتكلم عن موضوع الزواج يسوع كان عنده القوة كان عنده كل الإمكانيات لكن علم عن قدسية الزواج ما كانش الزواج يعني بالنسبة له أنه كل واحد بيستحسنها بيتزوجها لا كان قدوس طاهر كان بيتعامل مع الزواج بقدسية بل بارك الزواج وختم على ما قاله الله في العهد القديم يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بإمرأته ويكون الإثنان جسدا واحدا ما جمعه الله خلي بالك ما جمعه الله لا يفرق إنسان ولا نبي ولا رسول ولا أي إنسان والكتاب يتكلم وما زاد على ذلك فهو من الشرير فمش معقول يجي التعليم احنا شفنا مشاكل الزواجات في العهد القديم لما كان شخص بيتزوج اكثر من امراه مشاكل ماساه لكن رجع الرب يسوع المسيح كلم وعلم عن قدسيه الزواج مش رجل برجل ولا امراه بامراه رجل وامراه بحسب اراده الله مش رجل وعده نساء فالشخص اللي بيعمل كانه بقول الله أبعد عني بمعرفة طرقك لا أسر مش عاوز طريقك أنا عاوز طريق العالم طريق الشيطان أنا مش عاوز طريق الله فيا بكل كتاب المقدس صح يالك أي كتاب آخر اللي بعلم ضد هذا التعليم بيكون الصح والخيار لإلك أحبه لكن شوف أليس المنطق يعلم هذا أليس الطبيعة تعلم هذا أليس الزواج والحب في الزواج يعلم هذا أليست قدسية الزواج تعلم هذا فعندما يتزوج أكثر من امرأة نساء كثيرات طبعا لابد أن يكون في مشاكل ولا بد أن يكون في مأساة وإحنا حكينا عن السبايا اللي يأخذون نساء سبايا يعني كأنه بحل الإنسان لنفسه لأنه بجاهد في الحرب ويحل نفسه ما يريد ولا يعلم أن دينونة الله سوف تنصب على هذا الإنسان الرب يسوع كان قدوس كان يتعامل بهذا الموضوع في قدسية كاملة لما سئل عن موضوع الطلاق إلا لعلة الزنا لأنه بصير خلاص في الإنسان يخطئ إلى جسده بيكون في شيء يعني صعب في الموضوع فحتى في العهد القديم لما بيتكلم عن الطلاق بيتكلم مثلا شخص اعطى زوجته ورقه طلاق بحسب تثنيه 24 واذا الزوجه تزوجت رجل اخر ممنوع ترجع للزوج الاول فكيف نغير فكر الله وكيف نغير راي الله فاذا احبائي حتى موضوع الطلاق الرب يسوع تكلم عنه بـ بـ بشكل صحيح مباشر وعلم انه الرجل طبعا على صورة الله والامرأة على صورة الله يعني المرأة مش ناقصة عقل المرأة كمان مخلوقة على صورة الله ومش بترخص في قيمة المرأة بالصلاة او بالغسلات او بالطهرات او ما شابه هذا فبعلم المسيح عن قدسية هذا الموضوع مرة تانية ما فيش آية حتى تبرر موقف يسوع المسيح ما في آية مثلا راح مع امرأة فبتنزل عليه آية حتى تبرر موقفه تعليمه واضح جدا لهذا الدرجة حتى أتباعه اللي تبعوه شافوا هذا الشيء في شخصية يسوع حازم حاسم اتعامل مع الجميع بقدسية برحمة بلطف عاملهم كأنهم فعلا مخلوقون على صورة الله سواء الأعمى سواء الأبرس مع كل الناس اللي عندها عهات تعامل بطريقة مقدسة بطريقة شريفة بعدين الشيء اللي بيجذبني أعجبني في شخصية يسوع المسيح أعطى الفرصة لأتباعه أن يتركوه وأعطى الصعوبة باتباعه من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم يتبعه في ناس كتير تركوه في يوحنا 6 تكلم مع التلاميذ قال لعلكم انتم تريدون ان يعني اعطاهم الفرصه ان يتركوه قال بطرس الى من نذهب وكلام الحياه عندك فاذا يعني في المسيحيه عندك القرار عندك الاختيار وكل انسان لازم يواجه الدين ويواجه الرب ما في بالمسيحيه إشي اسمه اجبار انت حر تامن بمين ما بدك إذا أنت مسيحي وغيرت دينك لدين آخر طبعا تعتبر خيانة تعتبر إنكار ليسوع المسيح وهذه واحدة من أبشع بل أشنع الخطايا اللي بواجهها الإنسان عندما يقف أمام الله. لكن مش رايح أي مسيحي يمسك سكينة ويقطع رقبتك ولا في تهديد ما في شيء اسمه حد الردة، خلاص أنت حر تآمن بمن تؤمن أنا بحكي لك عن يسوع المسيح أعجب في شخصيتي بسبب حياته الخارقة من أجل خلاصه من أجل محبته من أجل معجزاته من أجل تعليمه بكل شيء عمله يسوع المسيح متفوق لا, مذ... لا يعني لا مثيل له ما فيش تشابه مع أي شخصية أخرى في هذا الموضوع بينما خليني أسألك إذا أنت بتشاهدني أنت من أي دين آخر ولو أنت بدك تصير مسيحي شو رح يصير فيك مشان هيك انا بشكر الرب من اجل كل اخوتي اللي بسلموا حياتهم للمسيح باعداد كبيره من خلفيات غير مسيحيه من مسلمين حتى بيجوا للمسيح لكن خلاص بيكون تصميم وقرار انه تغيرت حياتهم حتى الموت مستعدين يضحوا لانه لمسوا الحياه الابديه في شخص يسوع المسيح انا بدعوك في هاي اللحظات تحكي لي شو رايك في شخصيه المسيح شو اللي بيعجبك في شخصيه يسوع المسيح والخطوط مفتوحه الان سارجع بعد هذا الفاصل القصير حتى اخذ بعض المكالمات اهلا اعزائي المشاهدين ما يعني ما هو الذي يعجبك او ماذا يعجبك في شخصيه يسوع المسيح نفتح الخطوط بحب اسمع من كل مشاهد ومن فضلكم اكبر عدد ممكن وخلي اجوبتك تكون مهدفه محدده سواء كنت مع او حتى عندك سؤال او ايش ما يعجبك بشخصيه المسيح بحب اسمع منك خليني اخذ المكالمه الاولى من ابو مهند من الاردن. اهلا وسهلا ابو مهند اتبعان على الهواء. مساء الخير. مساء الخيرات ابو مهند، اهلا تفضل. تحيه محبه للاخ للاخ نزار شاهين. اهلا شكرا ابو مهند، شكرا كثير. هو هو صديق لكل الاوقات، هو صديق لكل الاوقات. نعم. تفضل ابو مهند كنت تثق بالرب يسوع المسيح كمخلصك الشخصي فانك ولا شك خليل الله وحبيبه وصديقه من الان والى ابد الابد نعم وسيبقى امينا معك حتى في احلى ظروف حياتك بل وانه سيحصل من خلاله حتى ابو مهند الصوت عم بيقطع أبو مهند سامعني؟ سامعك سامعك بس أنا سامع صوت تاني يعني كمان اه انت عم تسمع صوتك فاتكلم من التلفون أبو مهند ايوة سامعك بس في صوت تاني غير صوتك يعني طالع طيب تفضل أبو مهند ابو مهند طيب بدي اضطر ايوه سامعك معك انا اه تفضل على السريع ابو مهند تفضل بس في صوت ثاني طالع معك يعني طيب انت اتكلم انا سامعك آه، صديق لكل الاوقات آه، ان كنت تثق بالرب يسوع المسيح كمخلصك الشخصي فانك ولا شك خليل الله وحبيبه وصديقه من الان والى ابد الابدين امين وسيبقى امينا معك حتى في احلك ظروف حياتك بل وانه سيعمل من خلالها حتى تشبه المسيح يسوع ابنه فلن تجد صديقا افضل من ذلك الصديق لانه صديق لكل الاوقات ترنيمه كنا نرنمها ونحن اطفال تقول يا ترى اي صديق طيب. الآن آه. طيب ابو مهند آه. يا لانعام تسامى من لدن رب النجاة اننا نلقي عليه كل حمل بالصلاة <applause> شكرا ابو مهند شكرا كثير كثير وربنا يباركك يا ابو مهند اسف انه لانه كان في مراحل عم بيقطع الخط بس بالنسبه لابو مهند ذكر شيء كتير كتير حلو المسيح صديق وبتعرفوا هاي الشيء الجميل في شخصيه يسوع المسيح كل واحد بيختبر يسوع من ناحيه ابو مهند اختبر يسوع المسيح كصديق الزق من الاخ ملازم يسير معنا امين لا يتركنا بيجينا في احلك ظروف حياتنا بيسمع صلواتنا، بيستجيب لدعائنا هذا هو يسوع المسيح، هذا ما اعجب ابو مهند في شخص المسيح. مرة ثانية الخطوط الهواتف مفتوحة امامك، يمكنك ان تتواصل معنا بحب اسمع منك. خليني اكرر مرة ثانية في كل موقف سواء مع الاعداء سواء مع الأصدقاء سواء مع أي ظرف كان المسيح يستخرج منه درس ويعلم من خلال أي موضوع درس المسيح لم يستخدم أي شيء لمصلحته الخاصة لم يطلب من أعدائه أن يحتلوا دول لكن طلب من أحبائه وأتباعه أنه ينشروا ملكوت السماوات ملكوت الحب ملكوت المحبة ملكوت السماء وهي الرسالة غيرت طبعا في القديم في وجه أصعب وأشد الاضطهادات قديما ضد المسيحية لكن الرب يسوع فعلا علم أتباعه أن يواجه حتى لو كان بقدم أنفسهم شهداء حتى الموت اليوم يمكن أنت بتختبر المسيح كالراعي الصالح أو اليوم تختبر يسوع المسيح كالطبيب الشافي اليوم أنت بتختبر يسوع كالصديق اليوم بتختبر يسوع هو فعلا الحق فعلا هو الطريق تختبر يسوع المسيح هو الراحة هو الفرح هو السلام اللي بيأتي إلى حياتنا من خلال شخصه المبارك خليني أخذ كمان مكالمة من أبو داود أهلا وسهلا أبو داود تفضل أنت معنا على الهواء سلام المسيح معك يا أخ نزار سلام المسيح معك أبو داود تفضل رب يسوع المسيح تنازل عن عرشه وعن تهلل الملائكة ومجده جاء إلى هذه الأرض الملعونة نعم أخذ نفسه أخذ صورة عبد والغاية منها وضحى باغنى ما في هذا الكون الاوايا حياتي لكي يمنح حياه ابديه لكل من يؤمن به هذا هو الرب يسوع المسيح الذي فدانا فدانا على عود الصليب وضحى بد وجعل دمه كفاره لخطايانا يسوع المسيح يختلف عن بقيه الناس يسوع المسيح لم يملك لم يملك اي شيء على الارض كما ساله احد اتي مع قال اين تاتي ليس لي أن الانسان ليس له مكان ان يسر رأسه ترك الارض وما فيها ولم يملك اي شيء، ولكن يا اخ نزار عندي سؤال، قليل من كثيرين من المعارضين ومنهم المسيحيين، يقولون هل هو اله عهد القديم مثل اله عهد الجديد؟ اذا كان هذا الاله نفس الاله فلماذا يامر بقتل الطفل البريء؟ وما هو ردك لهؤلاء والرب يباركك وشكرا. طيب شكرا كثير كثير لك ابو داود على على هذا السؤال طبعا احنا حكينا عن هذا الموضوع عده مرات خليني اقول بسرعه جدا ال 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 بالعهد القديم مش حروب دينيه ولا طلب الله أن يروحوا يحتلوا بلاد اخرى كان في بقعه جغرافيه اسمها ارض كنعان بيسكنها سبع شعون شعوب كنعان، لكن قبل اي شيء كان الله يعطي الفرصه، الله اعطى العهد مع ابراهيم، لكن وعد ابراهيم، قال له اللي راح يكون من صلبك راح يكون في ارض غريبه، وفعلا الشعب العبراني قديما كان في ارض مصر 430 سنه، لكن كان رساله الرب واضحه بتروحوا لهذه الشعوب، ليه؟ لانه لم يكتمل كاس الاموريين احد شعوب كنعان. هذه الشعوب كانت تعبد عبادات وثنية عبادات فيها إباحية ولا أخلاقية وهذه الشعوب كانت تقدم الأطفال ذبائح للإله مولوك أمالكم وعبادات أخرى مثل بعل وعبادات كثيرة عبادات الفلسطينيين مثل داجون وإلى آخره هذه العبادات كانت تلوث وتفسد الأرض فكان كقضاء دينونا على هذه الشعوب لكن من ناحية ثانية أخ أبو داود إنه مش بس إنه الشعب العبراني دخل شعوب كثيرة بيذكرها سفر التثنية اللي الله أعطاهم أراضي أخرى لأن الله بيرفع أمي بنزل أمي لأنه الله بيعرف وين الزمن والوقت لانتهاء أي أمي فكانت قضاء إلهي في بقعة جغرافية بعد هذه الفترة ما كانوا يمارسوا هذه العادات ولم يحتلوا أوروبا ولم يذهبوا إلى تركيا ولم يذهبوا الى الا طلب منهم الرب ان يكونوا شهاده ونور لكن للاسف ما كانوا شهاده نور ارسلهم الى السبي والرب دانهم لانهم لم يعكسوا نور الله رساله العهد القديم تتركز على نقطتين مهمتين العداله والبر العداله هي علاقه الانسان بالانسان والبر هي علاقه الانسان بالله فعاوز يظهر هذه العلاقه بشكل مهم فالمسيح اظهر هذا التوازن عدالة الله والبر لكن بالمحبة والرحمة أيضا فالإله لم يتغير لكن في يوم من الأيام سوف نواجه الدينونة عندما إذا أنكرنا يسوع وإذا لم نؤمن بيسوع المسيح ونسمع الرسالة ونرفض هذه الرسالة لابد أن نواجه الله مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي خليني أخذ مكالمة أيضا من يونس من النرويج اهلا وسهلا اخ يونس السلام <applause> عليكم هلو السلام عليكم وعليكم السلام اهلا وسهلا انا اسف اتفضلي يا اختي ايش الاسم <applause> ام يونس اهلا وسهلا بك يا ام يونس تفضل ام يونس انا اريد يعني احنا عندنا ضربه مع المسيح آآ آه آسف مش عم بسمعك كويس ممكن يعني توضح الكلمة آآ آه ام يونس آه أريد أحكي على تجاربي مع المسيح آني آه تفضلت أهلا وسهلا فيك تجاربك مع المسيح تفضل ام يونس ام يونس أسمع تفضلي المسيح هو بم... اسمعني نعم أسمعك المسيح هو حياتي هذول حياتي منظمة إلى النور خلي نور في حياتي قد ما أشوف مشاكل وحياة صعبة بس بنور المسيح بسلام المسيح يعني بسلام المسيح دائما يقودني يعطيني يعني نور وحياة حياة جديدة يعني أعطاني المسيح فأنا شخصية المسيح تعجب كل شيء به لأنه بنوره بحبه نشر العالم بدون ما يصير عنده المعارض يعني العسكرية السنة المعارضة دائماً يكون عنده يعني جيوش و ما كان يعني عنده شهادة وشوف الناس وما كان عنده شهادة ويعني المسيح هو المثل الأعلى وأعظم مثل بالتاريخ طيب يا أم يونس إحنا يعني آه وصلت هالمداخلة ربنا يباركك وشكرا كثير كثير لإلك والرب يشجعك ويقويك ويثبتك بالإيمان وتشهدي عنه تكلمت عن الشهادة آه تكلمت عن الحياة الجديدة فعلا المسيح بقدم حياة جديدة لكن الشيء اللي لفت انتباهي بكلام هذه الأخت اللي هي من خلفية إسلامية بتقول المسيح هو المثل الأعلى يعني حتى أي إنسان في هذا الوجود إذا حد عاوز يتشبه لازم يتشبه بيسوع لأنه هو المثل الأعلى. آه راح آخذ مكالمة على السكايب آه إذا بعده معي الأخ يوسف آه يوسف على السكايب أهلا وسهلا فيك. آه الأخ يوسف اخ يوسف انت معنا على السكايب. طيب خليني اخذ مكالمه ثانيه من جورج. اهلا وسهلا جورج من كندا، تفضل جورج. سلام الرب يسوع اخي نزار. سلام الرب معك بشكرك اليوم على بشكرك اليوم على هذا الموضوع الجيد والشيق. اخي نزار المسيح الذي تعلمت منه والذي اعجبني في الرب يسوع هو انه، الو؟ انا معك. اوكي، الذي ال... اعجبني به هو على القمه هو المسيح محبه والمسيح غفران، المسيح تواضع، المسيح الذي دفع ثمنا لخطايانا، آه انا آه اخ نزار في آه مثل ما قال الاخ مهند في مشكله بالخط بس انا بدي استمر بالكلام بدي استمر بالكلام عم بسمع اصوات ثانيه من الطرف الثاني مش صوتي عم بسمع بعدين بدي اقول لك انه لو الرب يسوع لما كانت لي فرصه ثانيه في الحياه حمل كل خطاياي يعني رغم كل المجد والقوه التي له كاله ولد من عائله ومن نسب لم يكن افضل الانساب، كان هناك زناد في النسب من من عائله داوود وولد في في اسطبل للحيوانات وكان علي وكان يستطيع ان يولد في افضل القصور ودخل على اثان جحش الى اورشليم في الفصح وكان له ان يدخل على حصان مزين ومقلد بالذهب وكل وكل الجواهر. ولكنه ولكنه بالتواضع علمنا كل هذا فمنه تعلمنا التسامح والتواضع ولا اجد في في الكون كله لا في هذا العالم ولا في السماوات شيء واله ثاني يكون حتى او ياتي بشعره واحده قريبه الى الرب يسوع الى المجد المجد المخلد مثل ما يقول وهو مثال لنا في كل التواضع والمحبه، انا بعتقد اخي نزار التواضع والمحبه هم اهم امرين والتسامح هذه ثلاثه اشياء هي اصول لكل شيء في حياتنا المسيحيه، شكرا, شكراً لك جزيلاً. ربي باركك شكرا جزيلا ربي يباركك، شكرا كثير يا اخ جورج مثل ما ذكرت انه انه حتى اتباعه اعطاهم الفرصه انه يعني يرجعوا ما يتبعوه يعني اتكلموا اه أعيدت الفكرة عدة مرات عن تواضع يسوع المسيح قال هذه العبارة إذا كنت تتبعني اتذكر للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار أما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه بعدين قال ليس طبعا ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت السموات فعلا شخصية عجيبة بتنحب ولازم واحد يتبعه ولا سيما عم بيعطيك الفرصه انك تتبع لا 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 مش لامجاد ارضيه ولا سبايا ولا وعد بالنساء ولا بالاموال ولا وعدا بالجنه ولا يعني وعد يعني بدك تتبع اتبع لانه فعلا انت بتحب الرب من كل قلبك خليني اخذ مكالمه من كندا ايضا اليزابيث اهلا وسهلا فيك نعم نعم انا اهلا وسهلا اخت اليزابيث نعم, معانا الهوى. نعم. فضلي. فضلي أخت نعم. ألو؟ ألو؟ انت معانا على الهواء أه نعم تفضلي تفضلي يا اخت اليزابيث شخصيه يسوع الو آه تفضلي انت معانا على الهواء نعم ماذا يعجبني بشخصية يسوع المسيح؟ أنا يعجبني بشخصية يسوع المسيح انا يعجبني بشخصيه يسوع المسيح انه يتكلم بامثال يفهم البسطاء والمثقفين دينيا وله تواضع وله سلطان لان عنده قدسيه لانه جاء ليشفي المرضى ما اصحاء جاء ليشفي المرضى هو مثل الاعلى له تواضع له محبه له سلطان وكان يوم من الايام في الهيكل تقدم تقدم اليه رؤساء الكهنه وشيوخ الشعب وسالوه باية سلطان تفعل ما تفعله؟ ومن منحك هذه السلطه؟ فاجابهم يسوع قائلا: انا ايضا اكلمكم امرا اسالكم امرا واحدا فان اجبتموني اقول لكم انا كذلك باي سلطه افعل ما افعله؟ من اين كانت معمولية يوحنا؟ من السماء أم من الناس. مم. أيوه. فيما بينهم قائلين إن قلنا له إنها من السماء يقول لنا فلماذا لم تصدقوا وإن قلنا من الناس نخشى أن يثور علينا شا... جمهور الشعب لأنه كلهم يعتبرون يوحنا نبيا فأجابوه لا ندري رد قائلا ولا أنا أقول لكم بأية سلطة. مم. افعل أسأل ما افعله شكرا انه يتكلم بسلطان وانه نعم. قدوس وله تواضع وله محبه حكمه هذا بدل على الحكمه يا اخت اليزابيث شكرا جزيلا شكراً. اخت اليزابيث شكرا جزيلا شكرا شكرا ربنا يباركك ربنا يباركك يا اخت اليزابيث طبعا يعني كل واحد ممكن ياخذ شخصيه المسيح من ناحيه هنا الحكمه في الردود والتعامل شخص قال صديق شخص اخر المثل الاعلى الحياه الجديده وهكذا كل واحد ممكن يعني الشيء الجميل في اختباراتنا الحيه مع يسوع المسيح كل واحد ممكن ياخذ من زاويه لانه المسيح يعني تدفق بحر كبير ينضب يعني بحر بيتدفق بكل معنى الكلمة في أي وسيلة بأي طريقة لابد أنك تلمس بركة معينة أنا مش عارف إذا رجع الأخ يوسف معنا على السكايب إذا معنا على السكايب تفضل يا أخ يوسف طيب آسف مش موجود معنا خليني أكمل في الموضوع الغرض أحبائي لما منحاول نحط المسيح في مرتبة الأنبياء السؤال الأول خلينا ندرس سيرة حياة الشخص هذا سؤال على كل واحد أن يجاوبه فعلا سيرة حياة الشخص الولادي على الحياة هل خاطئ أم غير خاطئ كيف تعامل وكيف اتصرف مع يعني أشياء كثيرة مع الأعداء كيف اتصرف مع النساء مع الأطفال كيف يتصرف في موضوع الزواج؟ كيف يتصرف في موضوع العنف؟ كيف يتصرف في موضوع السماء؟ وهكذا يعني آه يعني بتعبر عن فعلًا آه أين الحكم مثلاً بكل موقف آه أي قائد بيتخذ هذا الموضوع هذا مهم جداً أحبائي لأنه إذا عاوز أتبع شخص بدي أتبع سيرة حياته أعطيني المثل القدوة وفي أسئلة كثيرة كيف أتعامل مع الأبرص؟ كيف أتعامل مع الأعمى؟ كيف يتعامل مع اللي عنده عاهه كيف يتعامل مع القاصرات كيف يتعامل مع الاطفال كيف يتعامل في هذا الموضوع كيف يتعامل في هذا المبدا كيف يتعامل في هذا التعليم هل يناقض تعليم ما قيل من قبله ام يكمل هل حياته خارقه بدون خطيه هل حياه الشخص مثلا معجزات يعني ايات اللي بتسند دعوته وبتسند رسالته اين يعني الرساله او السند لأي دعوة لأي رسالة اللي ممكن تدعم الشخص اللي وراء الموضوع، أين الحكمة من وراء الموضوع؟ أين المعرفة؟ أين السلطان؟ أين التعليم؟ ما هو التعليم الذي يقدم؟ وإذا في رسالة عاوز تقودني للحياة الأبدية، إنه أطلع للسماء، لأنه كل إنسان مش عاوز يروح لجهنم، ولا إنسان عاوز يموت في الأرض. الإنسان عاوز يكون عنده علاقة حميمة، ما بده يكون عايش بخوف. او برعب الانسان بده يكون عنده تاكيد للخلاص بده يكون عنده ضمان للحياه الابديه اذا كل هذه الاشياء انعدمت واذا كل هذه الاشياء انفقدت انا على ايش بتكلم على ايه بدافع على اي اله هل هو فعلا نفس الاله هل هو نفس التعليم هل هي نفس الرسالة أم الله يتغير هل الله بينسخ كلامه هل الله بيغير فكره أسئلة كثيرة بموضوع الكتاب هل الكتاب فيه متناقضات هل الكتاب يعني بيتمشى مع الوحي الالهي بيتمشى مع التسلسل اللي اعلن الله عن نفسه اعلن عن ذاته للانبياء القدامى كل هذه الاسئلة انا لازم ارد عليها لكن مجرد بشكل وقح او عشواء اقول مثلا انادب الله وانت كافر وخلاص بدون البحث بدون التدقيق بدون التفتيش فانت مطالب وانت سوف تقف امام الله الحي الديان لما المسيح هو الخالق لما المسيح يقيم الموتى لما المسيح هو الديان لما المسيح هو علام الغيوب لما المسيح بيتكلم انه طاهر لما المسيح هو كلمه الله طب هالمواصفات هذه وهالكلمات ايه بالمقارنه موجود كلمات تشبهها حتى نحط اينبي في مصاف أو في عظمة الرب يسوع المسيح طبعا للأسف مستحيل 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 ليس تعصبا لكن أقول أحبائي بأماني أنا بدعوك اليوم بأماني اقرأ الإنجيل اقرأ الكتاب المقدس اقرأ العهد الجديد اقرأ الأناجيل شو بتتكلم عن سيرة حياة يسوع المسيح اعرف مش بدك تعرف عن يسوع مش إذا عندك يعني سؤال او ان كنت في شك فاسال الذين يقرؤون الكتاب، طب ليه ما بتسال؟ ليه ما بتقرا الكتاب؟ لكن ليه لما بنحط سؤال انت عم بتهاجم وعم بتدافع عن اله ضعيف الاله اللي انا لازم ادافع عنه هذا اله ضعيف الهي يدافع عني الاله الذي احبه ارسل المسيح ضحى من اجلي أخذ مكاني عقابي وقصاصي هذا بدل على محبة الله الأزلية محبة الله لأحب الإنسان محبة غير عادية وحب الجميع رجل امرأة نساء بالتساوي ما عملش مقارنات في المجتمع ما عملش مقارنات بين العبد وبين الحر الاسم عبد حتى باللغة العربية كلمة عيب انه تسكر عملش مقارنة انه الست يعني ورثتها اقل ولا شهادتها اقل ولا صلاتها غير مقبولة ولا هي عقلها ناقص او 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 يبيح مثلا بضرب او بترك او اهمال او او، بالعكس بيتكلم عن الاناء يعني الـ 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 الاناء اللي الاضعف يعني الهش انه لازم تعاملها بحساسية بمحبة بكرامة ترفعها وتكرمها ايعقل أيوة بعد معلم الرب يسوع اي تعليم اخر بناقد يسوع نرفضه؟ نرفض تعليم المسيح؟ الرب يرحم انا بدعوك اليوم فعلا اذا انت يمكن عن جهل فعلت قل له يا رب انا عاوز اعرف طريقك ارحمني انا الخاطئ صلي اليوم قل له يا رب اكشف لي الحقيقه مش معقول الرب يناقد نفسه يا جماعه يا الكتاب صح يا الكتاب الاخر صح لكن الله لا يناقض نفسه. انا بدعوك انك تيجي للمسيح الكامل المسيح المتميز المسيح الفريد المسيح الحي مش ميت حي موجود معك اطلبه حتى ياتي الى حياتك، الى اللقاء.